وللحديث أكثر عن ملف التسويات في دير الزور معنا من اسطنبول المحلل العسكري أحمد حمادة. مرحب فيك معنا سيد أحمد. لو تحكي لنا أكثر عن هذه التسويات ومن تشمل. السلام عليكم، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام. بالعودة إلى التسويات التي تمت في درعا وفي الغوطة الشرقية وفي مناطق أخرى من سوريا بضغط عسكري هائل من قبل الروس وبضغط تهديدات روسية كاملة من وبحصار عسكري، تمت بعض التسويات في هذه المناطق ولكن تم إثبات فشلها. في درعا رأينا تسويات 2018 تم نقضها من قبل الروس وتم تجهيز تسويات على مقاس ما يريده النظام والروس والميليشيات الإيرانية. أما ما يحصل اليوم في دير الزور ليست هي تسوية، هي مسرحية معدة من قبل الروس والنظام وبعض الموالين للنظام من شيوخ عشائر كما يسمون أنفسهم ومن بعض الشبيحة. فرأينا حتى في الصور التي كانت موجودة في المدينة الرياضية هناك بعض الشبيحة وبعض الأفغان حتى كان هناك موجودون والصور توضح ذلك. فجل هذه التسويات أو العناصر التي انخرطت في هذه التسويات هم من هجروا نتيجة الحرب الأخيرة على تنظيم داعش والذين ذهبوا إلى مناطق قسد أو لمناطق أخرى واليوم يريدون العودة إلى بيوتهم وهم بالأساس ليسوا معارضين، فيتم تسجيلهم بأنهم معارضين. إذا سيد أحمد، يعني ما هي الخيارات أمام المعارضين الرافضين لهذه التسويات الموجودين في مدينة دير الزور؟ رأينا من خالف هذه التسويات يتم تهجيره كما تم في درعا وفي الصنمين وفي الغوطة وفي مناطق أخرى. إذن الشعب السوري الذي سار على هذا النظام الذي قتل هذا الشعب وهجر هذا الشعب لا يمكن الركون له مرة أخرى أو إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل 2011. هذا النظام لا يزال يمتهن حرية الناس، لم يقبل بأي تسوية سياسية حتى الآن. الناس طوابير يعني على الخبز وعلى الغاز ولا توجد كهرباء. اليوم راتب الموظف بحدود 20 إلى 25 دولار. الناس تقف بالطوابير على أماكن استخراج جوازات السفر من أجل الهروب إلى خارج هذا البلد. وخير دليل ما نراه اليوم على الحدود البيلاروسية البولندية حيث المئات يتم ابتزازهم من قبل عناصر النظام أو من قبل النظام بمنحهم فيز وترحيلهم عبر الطائرات حتى يصلون إلى تلك المنطقة ليبتزوا العالم في أوروبا وفي مناطق أخرى بأن البديل عن تقديم المساعدات أو التسويات هو الذهاب إلى المجهول والذهاب إلى الهجرة. إذن هل نستطيع أن نقول سيد أحمد بأن يعني هناك حملة من الترحيل ستواجه أهالي مدينة دير الزور في الأيام القادمة؟ أتوقع بأن من يرفض التسويات تحت الضغط العسكري اليوم والضغط الروسي سيكون هناك ترحيل، لأن هناك فصائل يعني ألفت النظر وجهة نظر هذه. هناك فصائل عديدة تعمل مع النظام بما يسمى الرديفة أو المساعدة كالجيش الوطني وأسود الشرقية، وكذلك بعض هذه التشكيلات في منطقة دير الزور هم نفسهم كانوا مع النظام. اليوم هؤلاء انخرطوا في هذه التشكيلات دون خدمة إلزامية، فأسماؤهم تبقى كمتخلفين لدى النظام، فبالتالي يتم اليوم تسوية أوضاعهم وإرسالهم إلى الفرق العسكرية أو إلى الفرع الأمنية التي كانوا يعملون بها، وهذا هو الواقع. أما من هو ثائر بشكل ضد النظام لا أتوقع بأنه يقبل بهذه التسويات، وهم بالتالي هاجروا يعني من منطقة دير الزور منذ فترة طويلة. أما إذا تبقى أحد منهم فلا أتوقع بأنه يرضى في أن يبقى تحت ظل هذا النظام الذي لا يزال يقتل ولا يزال يمتهن حرية وكرامة الإنسان في كل الأراضي السورية. المحلل العسكري أحمد حمادة، شكرا لوجودك معنا.